كان صرح ان بوصوف كان كيمولوا من ماليه المجلس وماليه الدوله وماليه دافع الضرائب. الميزانيه كتولد تتوصل في السنه ل 49 مليون ديال الدرهم. اخيرا غيفيق من القلبه رئيس المجلس الجاليه اللي هو دريس اليزامي غيفيق من القلبه. مرحبا بمتتبعي موقع الحانة بريس، نلتقي مرة أخرى في حلقة من سلسلة زواج المال بالسلطة. غنتحدث اليوم عن واحد جوج شخصيات من الشخصيات المعروفة والبارزة في واحد المجلس من المجالس ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هاد الشخصيتين هما عبد الله بوصوف ودريس اليزامي. دريس اليزامي هو رئيس ديال مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعبد الله بوصوف هو الامين العام ديال المجلس، وبجوجهم تعينوا بظهير شريف من طرف صاحب الجلاله. شكون هو دريس اليزامي؟ دريس اليزامي هو ناشط حقوقي مغربي تزاد في 1952 في مدينه فاس، كان رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، الان هو رئيس مجلس الجاليه المغربيه بالخارج، وشارك في بزاف ديال المنظمات الحقوقيه. المهام ديالو في المجلس الجاليه المغربيه بالخارج هي تمثيل ودعم مصالح الجالية المغربية في الخارج، ودعم والدعم ديال هاد الجالية في القضايا ديالهم، تعزيز الهوية الثقافية والوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج. كيسهر أيضا على البحوث والدراسات على قضايا الهجرة والجالية المغربية باش يزيد الفهم ويحسن السياسات المتعلقة بها. شكون هو عبد الله بوصوف؟ عبد الله بوصوف هو مفكر وكاتب سياسي مغربي، تزاد في 1962 في الحسيمة، هو الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج. المهام ديالو كذلك كيدافع على حقوق المغاربة في الخارج، وكيتوسط لهم في قضاياهم، كينظم فعاليات ثقافية باش يحافظ على الهوية المغربية، كيدير بحوث ودراسات على قضايا الهجرة والاندماج، كيرفع توصيات للسلطات المغربية، وكيتعاون مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية باش يحمي حقوق الجالية المغربية. كيعطي معلومات وإرشادات المغاربة في الخارج على حقوقهم وواجباتهم، وكينظم ورش عمل وندوات من أجل رفع الوعي ديال المغاربة في الخارج. إذا المهام ديالو مشابهة المهام ديال رئيس الجالية المغربية. المهام ديال بوصوف عبد الله بوصوف تقريبا نفسها هي المهام ديال دريس اليزامي. نتكلموا دابا الان على المشاكل ديال الجاليه اللي كتعترضهم في الخارج. الجاليه المغربيه في الخارج كتواجه مجموعه من المشاكل والتحديات، منها صعوبه تعلم اللغه المحليه وفهم الثقافه ديال البلد المضيف، تمييز والعنصريه احيانا من طرف البلد المضيف، عدم الفهم الكافي للقوانين والحقوق في البلدان المضيفه، مشاكل الحصول على الإقامة القانونية أو تجديدها، صعوبة متابعة التعليم بلغة غير اللغة الأم، مشاكل الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية المغربية في الأجيال الجديدة. من المشاكل كذلك اللي كيتعترضهم صعوبة الحصول على فرص عمل ملائمة، تمييز في سوق العمل، الاستغلال في بعض الأحيان خصوصا في الأعمال ذات الأجور اللي كتكون منخفضة، صعوبة الوصول للخدمات الصحية بسبب الحواجز اللغويه والقانونيه، كاين مشكل التامين الصحي كذلك وعدم التغطيه الكافيه، كاين صعوبه التاقلم مع نمط الحياه الجديد اللي في البلدان اللي كيعيشوا فيها، كاين عندهم مشكل كبير نفسي وعاطفي هو الحنين للوطن والشعور بالعزله، كاين التحديات المتعلقه بتربيه الاطفال في بيئه ثقافيه مختلفه، صعوبه التعامل مع الاجراءات البيروقراطيه في القنصليات المغربيه، وهذا مشكل كبير بزاف كيعانيوا منه المغاربه المقيمين في الخارج، بيروقراطيه في القنصليات المغربيه. كاين مشاكل جديد للوثائق الرسميه مثل جواز السفر، البطاقه الوطنيه، شعور بعض المغاربه في الخارج بانهم غير مدعومين بما فيه الكفايه من طرف السلطات المغربيه، كاين قله الفرص للمشاركه في الحياه السياسيه والوطنيه. هادو بعض المشاكل الرئيسيه اللي كتواجهها الجاليه المغربيه في الخارج. اشنو طرا في مجلس الجاليه؟ حسب صريحه ادريس فرحان، ونعرفوا شكون هو بعدا ادريس فرحان بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، ادريس فرحان هو سياسي مغربي معارض للنظام المغربي، كان عضو في حزب الاستقلال وتقلد عده مناصب سياسيه وقياديه داخل الحزب. كيتعتبر فرحان من الشخصيات السياسيه المعروفه في المغرب بناء على مشاركته النشطه في الساحه السياسيه والمدنيه في مدينه فاس. كيركز فرحان على قضايا الديمقراطيه وحقوق الانسان، وكان له دور بارز في النقاشات والمناقشات السياسية في البلاد، وتشتهر
بالمواقف ديالو التوجه الديمقراطي والدعوة الى الاصلاحات السياسية والاجتماعية في المغرب، لكنه في الآونة الأخيرة تحول الى الهجوم على الشخصيات والقيادات المغربية، والهجوم بشكل عام على المملكة المغربية من اجل خدمة اجندات سياسية ديال جهات اجنبية كما يقال. المهم هذا ماشي موضوعنا الان. فرحان كان صرح ان بوصوف كان كيمولوا من مالية المجلس ومالية الدولة ومالية دافع الضرائب، رغم العلم ديالو بهذه الخرجات. هذا عبد الله بوصوف كان كيعرف ان ادريس فرحان كيخرج واحد الخرجات تحولات اللي كانت متواصله في قذف المملكه ورموزها وافتراءاته على كبار وعدد كبير من الدوله. كان كيتمول من ماليه المجلس للميزانيه ديالها، واللي كانت غير معروضه، كانت غير معروضه للنقاش العمومي، دائما المجلس كان كيتكتم عليها. الميزانيه كتبلغ تتوصل في السنه 49 مليون ديال الدرهم. المجلس ديال بوصوف كان ايضا كيعقد بزاف ديال عقود الشركات من ماليه المجلس ايضا، وهي بالمناسبه ماشي جديده بالنظر لعدد كبير من مغاربه العالم كانوا كيحذروا من هذه الخروقات حول تدبير المجلس. بل سبق للناشط الصحراوي علي جدو وتكلم على العديد من الخروقات الخطيره واللي كانت تستدعي ضروره التدخل الامني العاجل من طرف النيابة العامة من أجل التحقيق، لكن التأخر في هذه التحقيقات كانت له تداعيات جسيمة وخطيرة أثرت بشكل كبير على الأهداف الحقيقية للمجلس. نرجعوا لدريس اليزامي. بعد ما تفجرت هذه الفضيحة ديال التصريح ديال دريس فرحان في حق بوصوف والتمويل اللي كان كيمولو، أخيرا غيفيق من القلبة رئيس المجلس الجالية اللي هو دريس اليزامي، غيفيق من القلبة وغينتبه صلاحياته القانونية التدبيرية للمجلس، وغيبدأ في ممارستها بشكل غير مفهوم وغير منطقي. فين كان هذه سنوات كثيرة؟ واش كان مغيب تماما أو كان كيغض الطرف أو داير عين ميكا على كل هاد التجاوزات ديال بوصوف، أو أنه الآخر كان مشارك في هاد الحريرة؟ علاش كان كيتصرف وكأنه غير معني بتصرفات الزميل ديالو منذ سنوات اللي وصلت بعد هاد التصرفات إلى أفعال جرمية وعاقب عليها القانون؟ علي جدو النشط الصحراوي ومنذ ما يزيد عن 7 سنوات نظم خلال هذه المدة هذه وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة وأمام مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن التصريحات اللي كانت واضحة واللي بين من خلالها واحد الجزء بسيط من الاختلالات باعتباره ناشط بارز من أبناء المهجر. لكن الجهات المعنية بالتحقيق بقات كتنتظر ربما الضوء الأخضر اللي تأخر أكثر من اللازم وتسبب في تصدعات مسات السيادة الوطنية في بعض جوانبها من طرف دريس فرحان المعارض للنظام المغربي. لهذه الأمور كلها خلتنا نطرحوا مجموعة من الأسئلة الموضوعية واللي كيطرحها المغاربة المقيمين بالخارج وكيطرحها الشعب المغربي، وهي مجموعة من الأسئلة. أولا، علاش اليزامي ما تدخلش فاش كان كيتوصل بالكم الهائل من الشكايات اللي كانت من المنظمات والوداديات ديال المغاربة المقيمين بالخارج قبل 10 سنوات؟ علاش سد ودنو على مجموعة ديال المقالات في الصحف وتقارير حقوق الإنسان هذه سنوات؟ ثالثا، علاش ما تدخلش كطرف مسؤول في القضايا اللي معروضة أمام المجلس الأعلى للحسابات واللي معروضة كذلك في المحاكم؟ رابعا، السؤال الأهم من كل هذه الأسئلة هو أشنو هي العلاقة الحقيقية اللي كتربطه مع عبد الله بوصوف والسبب الخفي اللي جعله يغض الطرف عن أعمال وتصرفات عبد الله بوصوف؟ علاش في هذا الوقت بالضبط بعد تفجير الفضيحة لم يمارس صلاحياته كرئيس المجلس الجالية المغربية بالخارج من قبل؟ النقطة السادسة، علاش حتى تدخلت النيابة العامة وبدأت التحقيق في القضية واللي تعتقل فيها للأسف سائق ومستخدم ديال بوصوف، وما تعتقل بوصوف براسه أو عبد الله اليزامي براسه بصفتهم هما مسؤولين على هذه الفضيحة؟ كيتعتقل مستخدم فقط وسائق، يعني كيتعتبر حوت صغير وما تعتقلوش الحيتان الكبيرة. معلوماتنا كتقول أن بوصوف وبطانة ديالو الفاسدة ضربوها بغبرة واحدة على المجلس وضربين طم وشدهم الخلعة في انتظار أطوار المحاكمات اللي كيبان أنها غتكون تاريخية لمواجهة قضية دريس فرحان تحت عنوان بارز: المس بأمن الدولة داخليا وخارجيا. المعلومات ديالنا أيضا كتقول أن دريس اليزامي وقف غالبية المتعاقدين والمستشارين واللي هما متعاقدين بالاسم فقط والمنعم عليهم بأجور شهرية خيالية، بما في ذلك بعض المواقع الإعلامية اللي ضربتها هي الطم
ما قدرش تكلم في الموضوع لا بالخير ولا بالشر. حفظت الود بين قبصين وانطلاقا من القول اللي كذا، ولا تنسوا الفضل بينكم. المجلس كذلك تعاقد مع عدد كبير من الحسنوات والجميلات اللي كانوا واجهة فقط في فضاء المجلس، ووحدين اخرين متعاقدات في مجال لا صلة لهن بأهداف المجلس. القول هم تخريجة ديال مكلفين بمهمة، الله وحده يعلم أي مهمة تكلفوا بها دون أداء أي ضرة أو مجهود يذكر ولا أكثر من الموظفين الأشباح ولسنوات ضوئية. ومن موقع ريحانة بريس كان طالبوا كصحفيين وكشعب مغربي ليس المحاسبة فقط ولا المحاكمة، بل إرجاع الأموال والثروات اللي تنهبات لخزينة الدولة وللشعب المغربي الفقير والمفقر، لأن يعني أموال ديال الشعب المغربي لأن يعني كانت مفروض تصرف على المهام ديال هذا المجلس وعلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكنها صرفت في هذه الأمور اللي هامشية وغير مهمة، تعطلت الناس لا يستحقونها. كنطلبوا كذلك، نطالب بإرجاع ما تم اختلاسه وسرقته على مدى سنوات بعد إجراء المحاسبات الدقيقة احتراما للفصل الدستوري اللي كيربط المسؤولية بالمحاسبة. نطالب أيضا بتفعيل الافتحاص مع السليزامي هو الآخر بصفته رئيس كيسري عليه ما يسري على كل المواطنين المغاربة من حقوق وواجبات، من تقديم تقارير مالية المجلس منذ التأسيس إلى يومنا هذا من طرف مدققين، وتقديم هذا التقرير كالرأي العام المغربي والرجوع لتقارير المجلس الأعلى للحسابات والاستماع الممثلي المغاربة ديال العالم اللي بحات الحناجر ديالها بشكل قوي، وضرورة إشراكهم إعادة هيكلة هذه المؤسسة. هناك مجالس أخرى خاصة تكلموا عليها هي الأخرى، أبرزها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، واللي تأسست قبل من مجلس الجالية بسنين كثيرة في عهد الحسن الثاني رحمه الله، واللي فيها هي الأخرى فيها فضائح كثيرة من بعد نتكلموا عليها كذلك بتفصيل أكثر. عندنا ملف عليها كذلك على هذا المجلس. هؤلاء الجالية اللي قلنا بحات الحناجر ديالهم تم تهميشهم لسنوات كثيرة، إذن لا يمكن السي اليزامي تكون خصم وحاكم في نفس الوقت. لا بد من هذا التحقيق والمحاسبة فيما جرى ويجري. ما لا يكفي مجموعة الإجراءات قمت بها أنها تعفيك من المسؤولية وتكون فقط لضر الرماد في العيون، لا بد من تحقيق فيما جرى ويجري ويدور منذ سنوات في هذا المجلس. يجب محاسبتك أنت أيضا لأننا نملك نسخا من الشكايات الجامدة أمام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والفرق البرلمانية. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، في انتظار حلقة أخرى ضمن سلسلة برنامج زواج المال والسلطة. إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.